السلام عليكم، انا اسراء حماد. هعمل معاكم النهارده خبز الجبنه والزيتون بعجينه كده جميله وهشه جدا، وكمان ينفع جدا في الفطار من غير ما يكون معايا غموس ولا اي حاجه، وهنعمله في قالب زي قالب التوست كده. اتمنى ان الوصفه تعجبكم والفكره كمان تعجبكم. لو انتوا بقى اول مره تشوفوا قناتي، انزلوا تحت اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم وصفاتي الجديده. كمان ما تنسوش لايك على الفيديو، ويلا نبتدي في وصفتنا. عندي كوباية من الحليب الدافي، هحط عليها معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلبهم كده مع بعض، وهسيبهم شوية لحد ما الخميرة تتفاعل وتعمل رغوة على الوش زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش ساقعة، وهخلطها كده كويس لحد ما تختفي خالص. وعندي 3 معالق كبار من الزبدة، هحط بقى الدقيق. انا استخدمت 2 كوباية الاول وسبت الدقيق جنبي، هضيف واحدة بواحدة. وعندي 1/2 معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ اعجن بقى لحد ما الدقيق يختفي خالص. هبدأ أضيف دقيق معلقة بمعلقة، أنا مش عايزة أضيف كمية دقيق مرة واحدة عشان العجينة ما تنشفش معايا. معلقة بمعلقة هعرف أتحكم في القوام بتاعها، أنا عايزة القوام بتاعها يبقى ملزق خالص، ما تبقاش ملمومة وما تبقاش جامدة. هو ده القوام اللي انا عايزاه، العجينه ملزقه هتديكي نتيجه ممتازه جدا، والخبز هيبقى هش خالص. اغطيها بقى واسيبها في مكان دافي لحد ما تتخمر. ادي العجينه بعد ما خمرت، هحط بقى رشه دقيق كده على الشيت اللي انا هشتغل عليه عشان العجينه ما تلزقش معايا. هبدأ أفرد في العجينة، هديها رشة دقيق كده بسيطة من فوق، وأحاول إن أنا أفرد العجينة على شكل مستطيل. بعد ما فردت العجينة على شكل مستطيل كده، عندي قطعة البيتزا، هقطعها الأول بالطول كده. وبعدين أقطعها بالعرض، هيكون عندي مربعات أو مستطيلات صغيرة. على كل بقى مربع فيهم هحط حبة من الجبنة الشيدر. وبعدين هحط بقى الزيتون، عندك بقى زيتون اسود زيتون اخضر اي نوع زيتون بتستخدميه، هحط على كل مربع شويه من الزيتون. بعد ما وزعت كل جبنه والزيتون على كل المربعات، هبدا بقى اشيل المربعات على بعضها، هحط كل 3 مربعات على بعض زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. احاول ما ازودش، كفايه قوي 3 عشان اعرف اتحكم فيهم وانا بشيلهم. وعندي قالب كيك دهنته بزبده وحطيت فيه ورق زبده عشان الخبز ما يلزقش فيه.
وجبت اول 3 مربعات على بعض كده، هحطهم في القالب، بس هحطهم واقفين بنفس الطريقه دي. ولو وقع جبنه او زيتون مفيش مشكله، هشيلهم واحطهم تاني على العجينه. وقيت الثلاثه اللي بعدهم هلزقهم مع بعض كده جنب بعض لحد ما اخلص كل الكميه. كده العجينة ملت القالب، هغطيهم بقى واسيبهم يتخمروا تاني ويملوا القالب كله. ادي شكلهم بعد ما خمروا، شكلهم تضاعف كده وملوا القالب خالص. هدهن الوش بتاعهم بخليط من البيض والحليب. بعدين هديهم على الوش كده رشة من البابريكا ورشة من الزعتر، دي حاجة اختيارية بس بتدي طعم حلو جدا. وأحط عليهم كمان على الوش حبة من الجبنة الشيدر. وطبعا الفرن أنا مسخناه على درجة حرارة 200. هحطه بقى في الفرن على الرف اللي في النص لحد ما يستوي خالص وياخد لون ده كده من فوق. وادي شكل الخبز بعد ما طلع حلو جدا وواخد لون حلو جدا من فوق ومن تحت، والجبنه جوه بتمط كده شكلها جميل جدا. الخبز تحفة جدا ورائع، وزي ما انتوا شايفين من غير ما اتكلم العجينة شكلها عامل ازاي، عجينة فعلا قطنية وهشة جدا. احلى وصفة فعلا انا جربتها، اتمنى ان هي تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واستنوني فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.